أهلا بحضراتكم في خدمة إخبارية جديدة في تلفزيون الوطن. توقعت وكالة رويترز في تقرير لها انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بحلول يونيو المقبل، وده بعد ما حقق الدولار استقرار لليوم الخامس على التوالي مقابل الجنيه، وده طبعا بعد انخفاضه حوالي 2 جنيه و31 قرش مقارنة بأعلى سعر وصله الدولار وهو 32 جنيه و5 قروش في 11 يناير اللي فات. الدولار في آخر تعاملاته في البنوك سجل 29 جنيه و74 قرش النهاردة في عدد من البنوك اللي بتشتغل في السوق المصري. لو رجعنا اتكلمنا عن توقعات رويترز للاقتصاد المصري وسعر الدولار، هنلاقي انه عدد من خبراء الاقتصاد توقعوا ان الدولار سينخفض مقابل الجنيه بقيمة 6 جنيهات مقارنة بأعلى سعر وصل إليه في يونيو، يعني انخفاض بقيمة 6 جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الدولار، وده طبعا هذا الانخفاض هيكون في يونيو اللي جاي. التوقعات دي اللي قالتها رويترز جاءت وفقا لاستبيان قامت به رويترز أشار فيه الخبراء إلى تسجيل الدولار حوالي 26 جنيه و24 قرش مقابل الجنيه بنهاية يونيو 2023. مش بس الدولار اللي هيتراجع أمام الجنيه، لكن في استطلاع تاني عملته رويترز وقالت إن الاقتصاد المصري هينمو بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية، وده أسرع من توقعات الحكومة المصرية. هذه التوقعات من الوكالة الأمريكية بتأتي عقب الموافقة يعني صندوق النقد الدولي على حزمة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد، ودي طبعا جت بعد زي ما حضراتكم عارفين ان في أزمة اقتصادية عالمية أثرت على كل الدول العالم بما فيها الاقتصاد المصري، لكن صندوق النقد وافق لمصر على حزمة من التمويلات قيمتها 3 مليارات دولار. كان متوسط استطلاع رويترز اللي أجريته رويترز في الفترة من 9 إلى 24 يناير وشمل حوالي 18 خبير اقتصادي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو أعلى من النمو بنسبة 4%. ده طبعا الحكومة المصرية كانت متوقعة أن الاقتصاد المصري هينمو بنسبة 4%، لكن بعد ما أجرت رويترز استطلاع شمل حوالي 18 خبير اقتصادي موجودين في السوق المصري أكدوا أن الاقتصاد المصري هينمو بنسبة 4.8%. حابين نأكد على حضراتكم ان الدولة المصرية والرئيس السيسي دايما بيطمئن المواطنين بخصوص انتهاء مشكلة الدولار، واكد اكتر من مرة على قدرة الدولة على تدبير العملة الصعبة، واللي هيكون ده نتيجة عزيمة وصبر الشعب المصري اللي استطاع تجاوز الظروف الصعبة اللي مرت بها الدولة خلال الفترة اللي فاتت. وخلال الشهور اللي فاتت كان في مشكلة فعلا في الدولار، لكن بفضل الجهود التي قامت بها الدولة المصرية تم حل هذه المشكلة بشكل كبير. وطبعا زي ما حضراتكم طبعا متابعين وعارفين، في عدد كبير وكميات كبيرة جدا من البضائع اللي كانت موجودة في المواني تم الإفراج عنها، وده بيساهم بشكل كبير جدا في استقرار أسعار الصرف، وكمان بيساهم في إعادة تشغيل المصانع مرة تانية، وده طبعا بيؤكد على انه الصادرات المصرية من الممكن ان تزيد وكمان تقليل الاستيراد. الدولار كمان حقق يعني اسعار الدولار حققت استقرار بشكل كبير جدا زي ما تم، والنهاردة يمكن اليوم الخامس على التوالي اللي الدولار حقق فيه استقرار في البنوك اللي بتشتغل في السوق المصري. حابين نأكد على حضراتكم مرة تانية انه الدولار وفقا لتوقعات رويترز هيصل ل 26 جنيه في يونيو او نهاية يونيو المقبل بإذن الله. ورويترز كمان توقعت انه الاقتصاد المصري هينمو بنسبة 4.8% للسنة المالية الحالية، مقابل توقعات الحكومة كانت بتقول انه الاقتصاد المصري هينمو بنسبة 4%، وده طبعا وفقا لاستطلاع اجرته رويترز واستضافت فيه حوالي 18 خبير. بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة، نلقاكم في خدمة إخبارية جديدة.